المتوسطات بتقول ان احنا عندنا تقريبا حاله طلاق واحده كل 2 دقيقه طبقا لبيانات 2021. كل دقيقتين حاله طلاق؟ كل دقيقتين حاله طلاق. نعم. في الساعه 25 حاله او من 25 ل 28 حاله اليوم، حوالي 630 حاله في الشهر. عندنا 18500 حاله في الشهر. هو عنده استعداد ياخد التجربه اصلا؟ لا، ممكن يتعقد. انا خايف ان الاولاد والبنات يقول لك لا احنا جوز ايه. انا خايف والله ان احنا نوصل من كتر ما تبقى الكتله الغالبه هي كتله طلاق انفصال، يعني ان يبقى نكفر بفكره الزواج. نعم، فكره الاسره. نعم. ولا الوفاق ولا التوازن ولا الود ولا المحبة اللي بين الأسر.